منبر إيميغو 24 على الحضور ديالو، والحضور دائم دائما وفي لكل يعني ما يخص مغاربة العالم. كنشكركم بزاف، والتقييم بالنسبة للحفلة والزهرة يعني بمنظورك كفنانة يا سارة ناجحة جدا، وحضروا فيها الناس، وكان برنامج غني جدا. ودابا نخليو الناس اللي كانوا حاضرين والجمهور اللي كان حاضر والصحافة اللي تقدر تقيم. أنا قيمت من إطاري كفنانة يعني مسرورة، التجاوب ديالو دائما إيجابي وجميل، لأننا ما أغنيه يعني يسافر بالروح نحو يعني مدى بعيد. داك الاستماع وداك التركيز معايا وداك السفر معايا، هذاك هو التجاوب اللي كان تضرو وكان حاضر. شفناك لقيتي واحد القصيدة على المرحوم ولا الشهيد محسن فكري، بغينا نعرفوا شنو الهدف من مور هذه القصيدة وشكون اللي كتبها. بالنسبة للقصيدة ما نقدرش نكون إنسانة وفنانة وكنغني
القصيدة الصوفية السامية التي تغني لأجل الإنسان، وما نذكرش هذه القضية اللي هي إنسانية من الدرجة الأولى، وثانيا لأنني مغربية، الموضوع يعني من المغاربة من طنجة الكويرة، وثالثا أنني من مدينة الحسيمة، أصولي من مدينة الحسيمة، موضوع مسني يعني بطريقة خاصة جدا، حيث أن هناك يعني هناك من حاول يعني أن يستعمل انتمائي لمدينة الحسيمة كان كي يثبت ربما أنني لست حاضرة في 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 سهرات أخرى تمثل يعني مواضيع أخرى. ولكن أنا كما أقول دائما أنا مع السلام ومع السلم ومع الانسجام مع الجميع، فقد غنيت للمسيرة الخضراء 1 نوفمبر هنا ببروكسل وكنتم حاضرين معنا بالتغطية، واليوم هذه السهرة كانت يعني معلن عنها من شهور، كان سهرة طربية 100% ولم يكن فيها مبرمج هذا الموضوع ديال الشهيد محسن فكري. لذلك كتبت يعني في خضم 24 ساعة الأمس باش يعني نقول بأنني راه ما نسيتوش، وخا في خضم هذا الطرب وفي في خضم ما غنساش بالقضية إنسانية، وما نقدرش ما نددش بالجريمة الشنعاء وبهذا الاستهتار وبهذا استغلال النفوذ والسلطة. أنا اللي كتبتها وأنا اللي أديتها ارتجالا وقدمتها كما شفت كما رأيتم مع مرفوقة بناي، يعني تحية للريف الذي هو معروف بهذه الآلة منذ القدم. في هذه الأثناء لو كانت الفنانة ملكة نور حاضرة في الحسيمة، واش كنت غادي تشارك في التظاهرات اللي كيشهدها الشارع الحسيمي؟ طبعا غادي نشارك فيها بدون أدنى شك، خصوصا أن ساكنة الريف وساكنة الحسيمة أنا عشت معهم كبرت معهم ودرست وخرجت صغيرة، ناس حضاريين جدا رغم ما يقال عن الناس، منظمين الناس، واخا كنت ماك واحد الشير ديما مثلا كتبقى الفوضى ولا كتخرج على النطاقات وعلى القانون ديال المظاهرات، ولكن انا كنعرف ناس واعيين وقاريين ومحضرين وناس مؤدبين ومنظمين معاهم الامن والامان، واخا جيت صغيره ما نقدرش نساو وبقى، وانا عاد ما بعد اللي شفت يعني كان تابع بلادي من طنجه الكويره، عاد هم في تقدم واكثر في وعي اكثر واكثر، وكنا حتى في الفيلاج حتى في الدوارات حتى يعني وصل الوعي لابعد مدى يعني تجاوز مدينة والإقليم. يعني نعم أنا أحب المظاهرات لكن فيها الشغب والصداع وهذه، لأن أحب السلم والسلام، كعجبنيش الصداع اللي كنقولوا بالعربي. تعليق الفنانة نور على هاد الناس اللي كيظنوا أنه هاد المظاهرات أنها تدعو للفتنة، واش كتعتبريها أنت كفنانة أنها فتنة؟ لا، كل هي الغيب الغاه، كل يغني على ليله، أنا اليوم غنيت على ليلاي، كل يغني على ليلاي، كل يرى الأمر بمنظوره الخاص. عمرها ما كانت المظاهرات ولا التظاهرات كانت فتنة، كل واحد النوايا ديالو طبعا، ولكن التظاهر ولا المظاهرة هو حق مشروع وحق لأي إنسان، وحق ما شافش شي حاجة ولا شعب ولا حسب واحد الظلم ولا حسب واحد شي حاجة ما دارتش ضد الإنسانية، وهذه من حقه يتضامن، كل له طريقته، هناك من له طريقة يعني غاضبة في الشارع، هناك من طريقته راقية، ورا ما خصناش نصدروا الأحكام هكذا، وربما بالعكس هذوك اللي كيقولوا هذا الشيء ربما هما اللي كيفتنوا. صار نهار غاتشي صار العيد، العيد مقران وفيه إجن فنانة تبارك الله عليها، سورتو أصل نسمع زيغت زغانا غزي الحسيمة تاريفيت السوا العرب حسن زي عرافيين، فما ذو فيه المهمين غاكيني غير يشو كاين غاك زعما سبحان الله العظيم مثل الصوت ناس متعلقين الصوت تفاديج الفنانة قاص ما شاء الله من غانا، غانا الكنز كي كاريف، غانا الكنز كي بروكسل، غانا الكنز كي المغرب، إذا الحمد لله خصنا تهلا كي الفنانة نو، مشكلة قانا زانيتي قان موجود ماشي ونستعرف شي كسر، روخ زانيتي مغاص زانيتي فما قا كتشي دالف كورينوها، إذا تفتيخ فينو يخصا من فاحانش يخصا يتسنني وذن كل شيء، إذا إن شاء الله نشمي وسط نهار ما تفيش على الحاور غاتشجع وذن تهلا مغاصا شمي مين تقدر دائما كي 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 مي قنا كي داز ني قنا كي تو
طوموبيل انت ماكدونا انت بغي ديسبي شي انا ماكدونا ناغ صاحبي اصل لي زمازيغ فما تحتك عباد الله يمكن سوا والو احسن فنان غاد غنازانيتي سو صاعد غير يجي نساره مخيره فرانشمون راه غاد داز ام جو حمو جات تري انتريسون بوكو باسكو كو كون جو فوا لو ريفلي دو لا كولتور عرب او نيفو لوكال سيتي با مال جي ايمي باسكو اون ا بيزوان دو سيت فيلوسوفي qui se transmettent en chanson pour un peu la prospérité humanitaire de nos jours, parce qu'on vit une période très difficile et il faut que des actions pareilles doivent se multiplier et doivent être à grande échelle et aussi le plus diversifié possible. مساء الخير جمهور ملك نور كنحييهم اللي حضروا بكثافة اليوم وكانت سهرة ناجحة من جميع النواحي كانوا فنانين اللي حضروا وكانوا فنانين مرموقين وكانوا مغمورين وما اليوم تحت لهم فرصة ملكة نور عطاتهم فرصة باش وبانوا على زعما بانوا في المستوى ك الفنان بولعيش كان ممتاز منين خدا بزمام الأمر وخدا الفن ديالو بيديه بان كفنان مزيان وبلال حتى هو بلال مداح كان في المستوى رائع وأطربنا وزعما تبحرنا في الفن الشرقي وملا يخفى عليكم ملكة نور أميرة الطرب كانت هي تحفتنا بقطع جميلة والمضمون من هاد السهرة كانت سهرة ناجحة جميع المقاييس وكنحييهم من هذا المنبر ديال الإميغ 24 اللي حتى هي كتساعد وكتبين الفنانة وما نتمنى لكم الا النجاح والاستمراريه. بسم الله الرحمن الرحيم، اولا كنشكروا هذا المنبر الطيب اللي كيفتح لنا دائما يعني الفرصه باش نتواصلوا ونعبروا يعني على ما يخالج الوجدان. يعني الحفله اليوم او ان صح التعبير يعني سهره كبرى للاستاذه والفنانه الكبيره ملكة نور التي ابحرت بنا في بحور يعني الشعر والالحان الجميله وكذلك لا سواري سيتي بارفيتمون بيان اكويونت شالوروز اون اسبير دو ريفير دي زوتر سواري بور لا كوميتي اوروبيان et surtout les immigrés qui résident ici en Belgique et j'espère que vous allez aussi venir chez nous en Anvers on vient d'Anvers et la prochaine fois ça sera aussi en Europe. Donc vive les Marocains qui résident ici à l'étranger en Belgique et on est un peuple solidaritaire avec tout ce qui se passe dans notre pays aussi. Ce qui vient d'arriver, c'était trop touchant. Donc je crois que c'est pas le beau moment de parler, mais on est là avec vous, avec nos cœurs et tout. Et on espère que nos enfants vont avoir des bons diplômes pour pouvoir travailler ici avec un succès et sinon avec des bons diplômes qui peuvent retourner dans notre pays natal. C'est un super concert. Elle nous a connus moi ici et l'organisation est aussi bien, mais nous ne pouvons pas adresser. Aujourd'hui, cette Sahara, j'ai été m'adapter فيها لأن هذه المرة الأولى اللي جيت للسهرة ديال الأخت ملكة نور. جينا باش نشجعوها وحقيقه كان صوت جميل، صوت معبر على الفكر ديال الجاليه شيقه. واهلا، كانت حضور جميل وبالمختلف الجماهير العربيه اللي كانت حاضره اليوم رغم المشاكل اللي كانت واقعه في المغرب. نشكر الجميع على الحضور الجميل والحضور الكريم وشكرا. هذا كان ملتقى الشعر، الأغنية، الأدب بصفة عامة. جماعتنا ملكة نور في مثل هذه الملتقيات ونحن تعودنا عليها. أظن أن اللقاء كان جيد وجيد جدا وكان همزة وصل بينما نحن في ديار الغربة وما بينه هو في الوطن والوطن العربي. أنا بغيت نشكر بصراحة الأستاذة الفنانة الكبيرة لالا ملكة اللي عرضت عليا الحفل البهيج ديالها، وهو تقريبا يعني أول فرصة لي اللي كتقربني من الجمهور اللي مازال ما كيعرفنيش بزاف، وهذه صراحة صافي فريمون بليزير. وهذا هو يعني الشكر الأول. كنشكر الأستاذة الفنانة ملكة نور وكنشكر كل الحاضرين، يعني كان الجمهور في المستوى وعجبني الحال بزاف. ويعني فاش كتلقى مستوى كتلقى جمهور راقي
ممكن الا وحنا عاوتاني كنرقاو بالفن وكنعطيو حاجه. تجاوب كبير مع الجمهور وانا طرف من الموسيقيين اللي خدمنا مع الفنانه ملكة نور، وصراحه كانت سهره رائعه وممتازه، وكنتمنى الجميع ان شاء الله انه يكون تكون عجبته السهره، وميرسي بزاف.